عندنا هون الوضع اللي شايفينه هون كبناء مدمر. وهلا احنا شاهدنا طبعا على البناء، قام النظام بتدمير معظم البيوت الموجوده حاليا بهالمنطقه. مثل ما ملاحظين يعني الابنيه مدمره بشكل كبير، وعمليه هدمه كانه البيوت هي. النظام اعتمد الحل الامني العنيف بهالمنطقه، فاي شخص معارض مو بس عم يقتله، حتى دمر بيته، وهذا اكبر شاهد ودليل هالمناطق هذه. طب هالناس هي طب نضل يعني تهدمت بيوتها، صار الدمار هذا بالنسبة لها، طب يعني وين المكان أو الملجأ المناسب حيث أنها الناس هاي تقدر تلاقي المأوى؟ هلق معظم أهالي المنطقة هذه يا أما خرجوا خارج البلد، يا أما قاعدين بالمخيمات، شفنا أو ذهبوا إلى أقاربهم بالمناطق بالقرى الأخرى الموجودة هنا بالريف الشرقي. طبعا هون منطقة ريف حماة الشرقي ممتاز بالطبيعة الصحراوية، وبالشتاء أكيد بارد بشكل كبير وقاسي. طبعا نحن أتوقع راح يكون معنا كمان شاهد عيان، هو أحد الأشخاص عم يحاول كمان يطلع من ما تبقى من أثاث المنزل بعد تدميره من قبل عصابات الأسد. طبعا تدمير الهمج الموجود في منطقة ريف حماة الشرقي، نتحدث بداية عن عملية تحرير المنطقة هاي ومين المشاركين فيها كعلامة تنسيقية سلامية المنطقة هي كونه المنطقة الشرقية لحماة. هاي المنطقة تعرضت لاجتياحين. ايه. وقام النظام من خلالها تدمير جميع القرى. فجاءت معركة جديدة اسمها معركة قادمو. نعم. اشتركت فيها ألوية وكتائب كثيرة. منهم ألوية وكتائب هيئة حماة المدني، نعم، والكتائب الفاروق الإسلامي، نعم، وكتائب الفاروق في سوريا، نعم، ولواء شهداء مدينة سلمية. نعم. طبعا بنحكي على شوي عن لواء شهداء سلمية بما أنه يمثل المشاركة من الطائفة الإسماعيلية بالمعركة. طبعا تواجد الطائفة الإسماعيلية طبعاً يعني متواجدين، دائما النظرات تقول او نظرات بتوحي انه دائما والله المعركه هي معركه لطائفه معينه. هلا انت الكلام هذا في يعني وخلال ما شاء الله يعني تجاوبك بالنسبه لموضوع لهجه المنطقه من اهل السلميه. طبعا هلا دائما النظام ببدايه الثوره حاول يجعل الثوره يجعلها طائفيه. نعم. فحاول تحييد الاقليات، نعم، ولكن الطائفه الاسماعيليه مشاركتها بالمظاهرات من بدايه الحراك بالالاف المتظاهرين، نعم، طبعا لقت الحي الطائفي للثوره، نعم، والطائفه الاسماعيليه لم تكتفي بالمظاهرات، فشاركوا بالحراك المسلح ولقوا مشاركه عن طريق لواء شهداء سلمي اللي اكثر من نصفهم من الطائفه الاسماعيليه بالمعركه. طبعا هون راح تكون مثل ما شايفين هذا البناء مدمر بشكل جنوني. الغايه بتدمير هيك ابني ومنازل بريف حماة الشرقي، شو الغايه منها بهالطريقه هاي الهمجيه العشوائيه؟ يعني اصبح النظام ياخذ العبر من الاحتلال الصهيوني، فالاحتلال الصهيوني يهجر فلسطينيين من اجل ان لا يعود على بيوتهم. ايضا النظام اي معارض او اي ثائر يقوم بتدمير بيته بالكامل. شايف البناء يعني كان ضخم بس أصبح ركامة. نلاحظ شغلة موجودة بالمنزل، ممكن ندخل على المنزل المدمر. هذا البيت طبعا مدمر ليس بالطيران والمقاعي فقط، لكن حتى لما صار السياح جاء الدبابات عم بتدمر. تمام. شايفين في عبارات موجودة على الحائط؟ ايوه. الاسد او لا احد. ايوه. في هون كمان عبارة الاخر هي شبيحة للابد. شبيحة للابد نرجع منك يا اسد. يا اسد. اسد العرب. اسد العرب. ما شاء الله عرب. شو العبارة هي بتعني لك؟ يعني اسد العرب. يعني
يعني معبر أسد العرب. يعني إذا العرب بده يكون بالنسبة للموضوع يعني هن هاي فكر الفكر الشب مستواهن المطوالع والمدني جدا هاي بيفكرون أسد. شوف الخراب والدمار بهالبيت، بيت مدمر بالكامل. يعني عبارة أخرى، بشار قائدنا وماهر معلمنا. إذا بشار قائدنا ومعلمنا ماهر بهالعمل هذا، معناتها هي قمة الهمجية. نعم قمة الهمجية. طبعا هون في عنا بيت أو منزل آخر أيضا مدمر. أملاك ناس مدنيين، يعني غريب المستوى اللي وصل فيه النظام بعملية التدمير. يعني وصل النظام لقمة الهمجية في تدمير هذه البيوت. يعني يعني مثل ما قلت سابقا، المو لم يكفي البراميل المتفجرة، المروحيات، طيران الميك، المدفعية، لما اجى على المنطقة دمرها بالدبابات. هذا الدمار الهائل عم تشوفه هلا مو بالدبابات، بعد ما اجى الاجتياح على المنطقه قام بتسويه البيوت بالارض كلها بالدبابات. طبعا تواجد اكثر من منزل مدمر، ممكن نزور هاي الابنيه. بس هي ملاحظة وكأنه يعني الأثاث ما عم يتواجد بكل منزل أثناء تواجد النظام. طبعا الشبيحة قبل تدمير أي منزل يقوم بنهب البيوت بالكامل. أيوه. حتى أشط كما يقول بالعامية أشط الكهرباء من الحيطان بيشيلوه. طبعا منزل اثنين وهون ثلاثة، المنزل الرابع، أيضا الخامس، السادس، السابع، وبالخلف أيضا الثامن. أيضا من الجهة المقابلة منزل مدمر. هي منازل كونوا بالقرب من مكان واحد. يعني انتوا اهل المنطقه هون اخي ابو اسماعيل، يعني هنا على الاغلب يكونوا اقارب او نوعا ما. نعم من اقارب هاي المنطقه. نعم. النظام تعود اي ناشط او ثائر او مقاتل شريف ينتقم من اهله ومن عائلته جميعا، يعني من اقاربه. ايوه يعني معناتها هي عمليه انتقام. عمليه انتقام طبعا. يعني نفترض انه يحاسب الشخص اذا اساء، شو ذنب مثلا اخوته او اهله بالقانون. هون الموضوع عم يتجاوز حدود يعني غير طبيعيه بالنسبه للنظام. هذا البيت الثاني طبعا هذا اللي عم صوره. طبعا هون اكيد كان في مطبخ لانه شايف سيراميك، هون كان في مجلى مبين. هون اثار حرب، يعني تم يعني البيت قبل تدميره. ايوه مبين انه هلق شايف انه في اثار الحرق. راح نتابع من الجانب الآخر. طب بدي أسألك هون كوضع معيشي وإنساني بالمنطقة بالريف حماة الشرقي، تأمين هاي المواد الأولية مثل الغذاء الدواء في صعوبة؟ طبعا في صعوبة. يعني
الحال الإنساني هنا بالريف الشرقي كتير صعب، يعني على مستوى امرأة بدأت تولد بدأت تروح على الرقة حتى تولد أو تعمل عملية. حتى في حالة من يومين كان مرأة بدأ عملية، فما في أي مشفى هون متخصص متطوّع، فاضطرت تروح على الرقة. تحكينا عن الأمور هاي، خاصة في حيثيات بسيطة، خاصة موضوع الأمور الطبية أو الإغاثية. تذكر لي أن امرأة خلال مرحلة ولادة ما سمحوا لها، مين اللي كان عائق مسير لها أنه تواجد بأحد المشافي بالرقم؟ طبعا هلق أي شخص يصاب بالمرض بالريف الشرقي ما يسجل روحة، يقطع حواجز للنظام روحه، فوريا يتم اعتقاله مجرد أنه أقارب لأحد ثائرين، فبيضطر الثائر يروح شيء مسافة أكثر من 500 كيلومتر 600 كيلومتر على الرقة أو على الطبقة أو على ريف حلب أو على أدلب. عملية التفافية بتصير بالنسبة لها. عملية التفافية طبعا هي العملية التفافية مليئة بالمخاطر وجهاد على المريض، يعني خاصة إذا كانت امرأة حامل. أنا في حادثة بدي أذكرها، كان أحد الشهداء أحد المرضى كانت حالته نوعا ما ليست خطيرة، ولكن بسبب الطريق الطويل إلى ريف إدلب الشخص توفى بسبب معاناة الطريق. معناتها تقطيع أوصال المحافظات من قبل الحواجز الأمنية، الخوف الأهالي من الاعتقال، من هي طبعا نحن عم نحكي مستوى طبي. هي من ناحية، ناحية ثانية إنه آلية النقل عم تكون بسيارات عامة، فالمريض الجرح إذا كان مجروح أو بيتلوث بالغبرة والهواء ما في سيارات إسعاف متخصصة لنقل المرضى والجرحى. هي مشكلة كتير خطيرة بالنسبة لجرحانا لمرضانا بالريف الشرقي لمدينة السلامية وحما مشجع. طيب نتابع مع الدمار والشيء المرعب فعليا بالنسبة لهيك أبنية مدمرة بشكل همجي، إنه كمان أهل الآليات حتى أي غرض النظام ما في ياخذه أو يشيله بيكون دمره بالكامل مشان صاحب البيت ما يستفاد منه نهائيا. يعني بإمكان نقل أي شيء إن كان آلية وإن كان أغراض أو أثاث، ينقل كل شيء، يأتي بالقاطعات المقطورة بيحمل كل شيء في قادر على تحمل. مثل هاي الآلية. طبعا هون منطقة مثل ما ذكرنا بريف حماة الشرقي منطقة صحراوية بيعتمدوا على الآليات هاي. طبعا شو استخدام الآليات العادية؟ هاي اللي نقل الأمتعة والنقل، هن معظم الغنم، نقل الغنم والمواشي، فهي منطقة اعتماد الأساسي على الرعي. هنا منطقة رعاة، طبعاً كانوا حارقين المنزل سوداء هون، يا أثر رماد بين شيء يعني واضح فعليا لما تفهم ما حقه فقام تدميره أيضا. شوف أركايز كيف مدمره. كما ذكرنا همجية في ما يحصل في ريف حماة الشرقي. فهو تصوير الوضع الإنساني والمعيشي الصعب. عدم وجود الأهالي هون بجوز يعني هو من الخوف أو ما عاد لهم مكان يتأووا فيه. يعني مثل ما شايف الصورة، يعني ما عاد ينسكن بالبيوت، يعني البيوت أصبحت مدمرة بالكامل. ولكن معروف أهالي منطقتنا حتى لو تعرضوا للقمع للقصف بيضلوا ساقطين بالمناطق ما بيطلعوا، ولكن البيوت مثل ما شايف صارت مدمرة بالكامل، فمستحيل العيش فيها. طبعا كما ذكرت عدة أبنية عدة منازل.
كإعلامي بتنسيقية سلمية وأنت من الطائفة الإسماعيلية، نعم، كعمل وكعملكم ووجودكم بلواء شهداء سلمية بمعركة قادمون، شو دوركم فعال كإعلام بناحية تنسيقية سلمية اللي عم توصل الجزء إعلاميا دائما معروف الاحترافية يمكن فيها شوية صعوبة، ولكن شو الإمكانيات اللي توفرت لكم توصلوا الخبر الصح واليقين ليوصل للعالم كله كحقيقة؟ طبعا النظام كتاب عم يحاول كان يعطي نظرة انه الكتائب الموجوده بالريف السلمي الشرقي الاتي ان شاء الله والقادم اللي فتح الطريق لحمص وتحرير قرى سلميه وان شاء الله سلميه، انهم عباره عن اسلاميين متطرفين بدين بحوا الاسلام العلويه والاسماعيليه واي شخص من غير الطائفه السنيه. فنحن بدورنا عايشين معها هي وعم ناكل وعم نشرب معها هي كاسماعيليين وعم نصلي الصلاه الاسماعيليه وعم نمارس عقائدنا وعم نطرح افكارنا، ولم ولا احد زعجنا من 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 الكتائب القاده والعناصر. فبنحاول نحن نوصل هالصوره لمدينه السلميه لاهالي المتخوفين ولجميع اهالي سوريا، لانه هالحاله الموجوده الان بسلميه مستقبلا بتنوجد بكثير مناطق مثل بجنوب بالسويدة مثلا مثل بالساحل. ف معناها ان احنا يعني حسب كلامك انه الموضوع الطائفي يعني الشعب السوري اكيد ما من النوع اللي بحب يذكر امور طائفيه نهائيا. الشعب السوري اثبت انه شعب غير طائفي نهائيا، ونحن اكبر دليل هلا تواجدنا من طائف اسماعيلي موجودين بمرق قادمون وبريف حماة الشرقي. هو طبعا لكم قرى هون بالمنطقه هون. بدي اذكر شغله، يعني في لواء شهداء سلميه صارت معه مشكله مع احد الالويه الكبيره الموجوده بالمعركه. نعم، الا ما يصير خلافات. طبعا هي خلافات عاديه وصغيره بتصير مع باي معركه. فقرر لواء شهداء سلميه وقتها بالانسحاب، فرفضت القياده رفضا قطعيا نهائيا، ولواء شهداء سلميه والاسماعيليين هم امامنا في المعارك وامامنا في الجبهه، ولن نضر حين مع الجبهه. طبعا نحن نذكر انه هي ثقه متبادله بين كل الطوائف، حتى في موجودين معنا هم معركة قادمون من أكثر من طائفة. طبعا يعني اضطرينا نتطرق لموضوع الطائفة، ولكن يعني شيء صار مفروض وواقع علينا. حسب ما عرفنا فيه هون أشخاص متواجدين من الطائفة الدرزية، من الطائفة العلوية الكريمة، من الطائفة المسيحية. طبعا موجودين من جميع الطوائف في معركة قادمون. والصورة الجميلة اللي بدي أحب هلق أوضحها للجميع، انه وقت صلاة المغرب بتلاقي اناس من الطائفة السنية عم يصلوا، بجانبي بتلاقي اناس من الطائفة الاسماعيلية عم يصلوا. نفس الجبهة ونفس المعركة بتلاقي علم راح تصلي على الطريق الاسماعيلي وعلم بتصلي صلاة السنة. هذا شيء جميل من التآخي، ونحن فعلا سوريا هيك، هي هيك مثل ما عم نشوف هلا بالمعركة. الحمد لله. فالشعب السوري مثل معروف تاريخيا من ما قبل الإسلام إلى حد الآن هو شعب يقبل التعددية وشعب يحب الحرية وشعب يتقبل الآخر. كألوية مشاركة وتشكيلات عسكرية مشاركة بمعركة قادمون وتواجدها بعد تحرير كم قرية تحررت هون بحماة الشرق بريف حماة؟ حررت حوالي 30 قرية، في 30 قرية حررت الحمد لله. يعني كان لكم دور بعملية التحرير هي؟ طبعا قمنا المشاركة بتحرير عدة من القرى. نعم. والآن عم ننصب حواجز لضبط الأمن والأمان في المنطقة ولمنع السرقات اللي عم تصير بالمنطقة. السرقات في دائما تعرض الأمور هي؟ طبعا في إلا بأي منطقة إلا ما تصير بعد التجاوزات من بعض المدنيين.
بدي أسألك، القرى المتواجدة هون قرى تابعة لسلمية أو لطائفة إسماعيلية، دخلتوا لأحد القرى وشفتوا شو الوضع اللي كان قبل وبعد، ممكن تشرحنا شوي؟ بعد ما فتنا على على القرى، أعطيك مثال، مثلا قرية سلام معظم سكانها من الطائفة الإسماعيلية. نعم. دخل الجيش الحر اللي هو أحرار حمص، حافظ على البيوت، حافظ على المساجد، المسجد الإسماعيلي الموجود بالضيعة حافظ عليه، أغراض البيوت كلياتها جماعة بيت واحد مشان بس يجوا الأهالي يرجعون الأغراض. فهي خلال عملية تحرير أثناء عملية القرية. تحرير سلام، نعم. في هذا الأثناء ارتد الجيش وأخذ القرية، حرق جميع البيوت ودمر المسجد الإسماعيلي بالمنطقة. فهي شوف، هي مقارنة بين دخول جيش الحر لمدينة لقرية سلام ودخول النظام. طب شلون عرفت انه تم الحرق حاليا؟ شو وضع رجع القرية؟ لواء أحرار حمص والجيش الحر بالدعم من هيئة حماية مدنية بتحرير القرية من جديد، طب والآن مسيطر على القرية من قبل أحرار حمص. أحرار حمص. طبعا احنا هو معركة قادمون، هي قادمون بالضبط معروف، هي فك الحصار عن مدينة حمص طبعا طبعا. كأهالي مدينة سلمية وكتنسيقية سلمية وإعلام لسلمية. مشاركة أخوتكم بالعمل هذا لفك الحصار، ممكن تعطينا فكرة نوعا ما عن الوعي الكافي بحيث انه تشارك كل الناس بفك الحصار عن حمص، ومقاتلين موجودين على مستوى التشكيلات والألوية؟ هلا انا رح احكي لك قبل معركه قادمون. نعم. نحن بمدينه السلاميه والمكتب الاغاثي بمدينه السلاميه يشتغل بتقديم مساعدات لاهالي حمص وريفه، من الادوات الطبيه والادويه الى الاغذيه وحليب الاطفال. الان العمل العسكري فتح الطريق، الان مشاركين فيه، وان شاء الله نحن كمقاتلين من الطائفه الاسماعيليه بسلاميه ما راح نوقف عن سلاميه، وانما بدنا نكفي مع احرار سوار حمص لتحرير حمص ان شاء الله واسقاط النظام ان شاء الله. ان شاء الله نتابع جولتنا. بس عم تقول لي موضوع اغاثي وال يعني تامين كانت المواد هاي لمدينه حمص من قبل ولحد الان، عم تواجه صعوبات؟ طبعا طبعا عم نواجه صعوبات. اول شيء بتقديم بتامين الدعم اللازم لجلب الاغراض الاغاثيه. نعم. هاي اول من ناحيه، وثاني ناحيه تقطيع الاغراض، نقل الاغراض مكان نقل مكان. نقل الاغراض ونقلها الى المحتاجين. فمثل ما نعرف في كمان كثير عم يحطها النظام، وفي حواجز كثير للنظام، فعم تسبب لنا مشكله. يعني شوف صحن اللاقط الهوائي ساوى مع الأرض، هذا لازم يكون فوق سطح، الآن أصبح على الأرض، يعني سطح كله على الأرض، دمار كبير. فهذا تجاوز البيت الثامن أو التاسع من المنزل الآخر. حاليا بالنسبة للوضع المعيشي بمنطقة ريف حماة الشرقي، بعد هجرة الأهالي وفي قسم كبير منه طبعا من القرى، تهجرت الأهالي من بيوتها وتركوا وصاروا حسب ما وصلنا معلومات يبنوا خيام بالبادية، وجايين على موسم الشتاء. حابة توجه نداء أو كلمة للمنظمات الإغاثية الحقوقية الإنسانية؟ طبعا بوجه نداء لجميع المنظمات الإغاثية تقديم دعم لهؤلاء المدنيين اللي تشردوا في العراء، دعم ان كان من المحروقات او دعم إغاثة مواد غذائية او دعم طبي، لانه الاهالي صراحة بوضع مزري جدا. يعني مثل المشاهد اللي كان قاعد بيته دمر كل بيته ودمر اغراضه، يعني في طلع يعني لا يملك شيئا نهائيا من حتى المحاصيل، حتى المحاصيل الزراعيه، حتى المحاصيل الزراعيه في يباس، رغم انه هي اتوقع المياه يعني غير
تؤثر بشكل دائم بهالمنطقة. مثل ما لاحظ فينا نصور المنطقة مبين انه هي دليل انه هي صحراوية. موضوع الكهرباء هون شو وضعه بالنسبة لمنطقة حماة الشرقية بالمناطق المحررة اللي قام بتحريرها الجيش الحر في معركة قادمون؟ أكثر من 90% من القرى الكهرباء لا يصل إليها بسبب القصف وقصف الطيران وقصف المدفعية، فمعظم الأعمدة في كهرباء وأسلاك الكهرباء قد تم تدميرها. هناك بعض القرى ما زال القرى القليلة طبعا ما زال يصل إليها كهرباء اعتمادهم على المولدات، وطبعا بحكم غلاء المحروقات عم تلاقي صعود كبير تأمين المحروقات. في شيء انت لمستوه كجيش حر معركة قادمون وكونك انت اعلام تنسيقية سلامية ولواء شهداء سلامية، الحاضنة الشعبية في ردات فعل من الأهالي المنطقة كان على مستوى وجود تواجد الجيش النظام أو بعد تواجد الجيش الحر بالمنطقة؟ طبعا معروف